هذه أسئلة كثيرة تسأل عن مسألة وهي قتل حفصة وجندب رضي الله عنهما للسحرة، هل في هذا دليل على جواز ذلك لكل أحد بدون إذن ولي الأمر، أم أنه اجتهاد منهما رضي الله عنهما؟ لازم من الرجوع إلى ولي الأمر بعد حكم القاضي بقتل هذا المستحق للقتل، لكن هؤلاء صحابة لهم مكانهم وعلمهم فضلهم، ليسوا مثل حالنا حال غيرهم، الصحابة يمتازون على غيرهم. نعم.